وينضم إلي عبر الهاتف المحلل العسكري السيد عادل عبد الكافي للحديث حول الأوضاع العسكرية. سيد عادل، أرحب بك في هذه النشرة. أهلا وسهلا بك أستاذ كريم وكذلك مشاهدين قناة تناصح. نعم سيد عادل، مجرم الحرب حفتر وميليشياته يستهدفون مواقع مدنية، ما الغرض منها برأيك؟ الهدف طبعا إحداث أكبر حالة من الاحتقان في صفوف المدنيين، كذلك إسقاط هيبة الحكومة وعدم قدرتها على توفير الحماية والأمان للمواطنين، في عدم جلب منظومة دفاع جوي وعدم جلب أسلحة نوعية تدعم بها قوات الجيش والقوة المساندة في حرب ضد هذه الميليشيات. لأن خليفة حفتر يعمل على استراتيجية دير تو وور أو الحرب القذرة، وهي التي تعد فيها سقوط المدنيين خسائر جانبية، أي بمعنى لا يكترث بحياة المواطن ولا بممتلكات المواطنين ولا بالمواقع الخاصة بالبنية التحتية أو المواقع المدنية التي ليس بها أسلحة أو ذخيرة. هذا الرجل طبعا أيضا يعمل على سياسة الأرض المحروقة، هذا ما فعله في بنغازي سابقا وفي درنة. فلذلك المفترض بالحكومة أن تسعى بكل إمكانياتها في جلب منظومة الدفاع الجوي حتى تستطيع أن توفر حماية للمدنيين وللعاصمة، كذلك دعم قواتها في المحاور بالأسلحة التي تراها مناسبة، أسلحة نوعية تحديدا، حتى تنهي وتحسم المعركة في المنطقة الغربية ويحدث هنالك حالة من الاستقرار. أما في ظل حقيقة هذا التباطؤ، نقول قوات الجيش تقوم وقوة المساندة تقوم بعمل عسكري كبير جدا، تتقدم و في يعني بضع كيلومترات في بعض المحاور، لديها زمام المبادرة في عمليات العسكرية، ولكن أنت تبحث عن يعني تقصير الوقت الزمني حتى تفشل الاستراتيجية التي يعمل عليها خليفة حفتر، سواء كان بعزل المنطقة الغربية عن محيطها بشل حركة الملاحة الجوية عبر استهداف المطارات المدنية، سواء معيتيقة مصراتة أو زوارة، سواء كان في إطالة مع التي يعود على خليفة حفتر والدول الداعمة له. نحن نتحدث عن الفوضى الهدامة التي يقودها خليفة حفتر، والآن نرى أنه هو يدعو إلى الجباية في المنطقة الشرقية، يستنزف كل داعميه بالأموال لمحاولة تغذية حربه، كذلك دعوته لأفراد الشرطة للالتحاق بالمحاور هي أيضا تشير أنه بدأ يتضعضع عسكريا. فلذلك على حكومة الوفاق الوطني أن تستثمر مثل هذه الأحوال لدعم قواتها حتى تحسم المعركة مع ما تبقى من هذه الميليشيات في المنطقة الغربية. نعم، برأيك سيد عادل، ما الذي يحتاجه المقاتلون على الأرض لإنهاء المعركة؟ نقول بالنسبة لأفراد الجيش والقوة المساندة يحتاجون إلى دعم بأسلحة نوعية، توفير منظومة دفاع جوي لها أهمية قصوى حتى تؤمن عملياتهم العسكرية، وأن لا يكون هنالك لا طيران مسير ولا طيران حربي، كذلك الاهتمام بشؤون ومعنويات أفراد الجيش والقوة المساندة بتلبية جميع احتياجاتهم، لأن هؤلاء من يدافعون عن مدنية الدولة، هؤلاء من يدافعون عن الحكومة وعن الدولة الليبية، يصدون غزو تقوده دول خارجية وليس فقط العميل المحلي خليفة حفتر. نعم،